للمزيد ينضم الينا الاستاذ محمد عبد القادر نائب محافظ الاقصر. ارحب بك استاذ محمد. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بك. اذا الاول من سبتمبر عوده السياحه الى محافظتكم، حدثنا عن كيفيه استقبال الوفود الجديده وطبعا الاجراءات الاحترازيه. خليني اقول في البدايه طبعا زي محافظه الاقصر كانت حريصه كل الحرص في بدايه الازمه منذ شهر مارس، حريصة على المواطن المصري والمواطن الأقصري وعلى السائح أيضا، وزي ما كنا عملنا غلق كامل بدءا من منتصف مارس لمواجهة أزمة كورونا الحقيقة، وفي إطار أيضا حرصنا على المواطن وحرصنا على الدخل السياحي وحرصنا على عودة السياحة، بدأنا ندرس قرار العودة السياحة في إطار الإجراءات الدولية والعالمية والصحية المتخذة والمتبعة في هذا الشأن. ويمكن شفنا تجارب كتير دولية في إن هم بيحاولوا العودة في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية، ويمكن أيضا مصر يمكن بدأت عودة السياحة في عدد من المحافظات السياحية المجاورة لمحافظة الأقصر بالفعل. فمحافظة الأقصر يمكن القرار ده اتخذ بعد دراسة من الجهات المعنية في الدولة وأيضا الجهات واللجان العليا لإدارة أزمة كورونا، وطبعا قرار العودة هيكون في إطار الحرص البالغ والإدراك والوعي لأزمة إن إحنا بنتعايش مع أزمة كورونا، بنحاول نعبر هذه الأزمة بأقل نسبة من الخسائر. طبعا عودة الفنادق هتبقى عودة تدريجية، عودة السياحة إلى محافظة الأقصر تدريجية، يمكن بداية العودة هتكون مقتصرة على الفنادق الثابتة فقط والمتاحف والمعابد الأثرية المحددة من قبل وزارة السياحة والآثار، وطبعا شكل الإقامة للسائح وشكل التجول والبرنامج السياحي هيكون وفقا لما وضعته وزارة الصحة من إجراءات وقائية واحترازية متماشية مع الاتجاه العالمي في التعامل مع هذه الأزمة. شكرا جزيلا الأستاذ محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، كنت معي هاتفيا من الأقصر. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.